السلام عليكم إخوان إخوان ديالنا، كي راكم؟ دوزو هنا شوية، دوزو هنا مزيان، ديرو هادي هكذا باش يكون داكشي بيان بيان. السلام عليكم إخوان ديالنا. بعدا قبل كل شيء، خويا أمين، خويا موح، خويا حركات نور الدين حبيبي، محمد التاريخ، محمد محمد، تحياتي سيمو ماغوك، الناس ديال الرباط، خويا جواد الديب، مرحبا بكم اليوم. اللايك والبارتاج. اليوم عندنا واحد ضيف اللي هو أخي وصديقي وعزيز عليا، الحمد لله. كان عايش معنا في البرازيل والآن تتواجد بالديار الأمريكية، بالولايات المتحدة الأمريكية. غادي يعاود لكم قصة كيفاش دخل وكيفاش حتى أوصل وراه خدام. حنايا كنا ساكتين هذا الوقت كله حتى أنه يوصل ويقضي المسائل ديالو. هي الأولى كما تعرفوا المغاربة صعاب شوية، يعني أي حاجة مستورة ربي تيسهل بها. وهذا كان هو المبتغى ديالي وديال واحد الناس اللي كانوا تعاونوا، اللي فاش كنا وقفنا مع زيزو فلوك ويا زهير فاش كان مشدود في المكسيك، ولكن للاسف كما قلت لكم نيه العمى في عكازو. يعني هو تبع واحد الطريق، تبع واحد الناس اللي ظن اللي راه شاد في العامر، ولكن كان شاد غير في الخاوي وما سمعش الكلام ديالنا. وها هو خويا صالح، من احسن اللي شاف دي باتيسري ديال الحلويات اللي شفت في حياتي، والله العظيم الى فنان تخرج الذهب من يده، اللي حليتي عليها في امك تيديرها، فهمتيني؟ باش تعرفوا حتى الحرفه مهمه. هو غادي يعطيكم ايتاب بو ايتاب كيفاش تخرج من البرازيل، وشنو من البلدان اللي داز منها، وكيفاش تدخل لامريكا. غادي نحاولوا نتجاهلوا الاسم العائلي كما هضرت معاه واتفقت معاه، السيد اللي دخله ما يجبدش سميته، والمدينه فين عايش ما يجبدهاش حتى تكاد وترسم الامور. رحنا غاديين معاه حتى في الولايات المتحده الامريكيه حتى ينضي مزيان مزيان مزيان. عاد ديك الساعه غادي يمكن لنا نزيدو نقولوا شي اسرار ونزيدو نقولوا شي هضره. هذه في المصلحه ديال خويا صالح، فهمتيني؟ اللي خاف ينجا وولد الناس، وخصنا نحافظوا عليه حتى يوقف على رجليه ديك الساعه اللي تتسالو شي حاجه ياخذها. هو خويا صالح معنا. اهلا خويا، تبارك الله على خويا عصام الزين. تحياتي تحياتي. شوف وي حيد داك اليوتيوب اللي قلت لك تعاود الصوت. باقي اعطيني دقيقة. حيد اليوتيوب، خلي غير السكريبت يدوز الكرون. وي هو محيد دابا. صافي مزيان. لا 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 شي حاجة ماشي هي. دقيقة خو عصام، يمكن حاول تخرج وعاود تدخل. انا نصيحتك الاولى حاول تخرج وادخل. يلا اوكي اوكي يلا. عندنا حتى هذا ايفون. دير شي حاجه قريب. مزيان مزيان. الو تسمعنيش؟ وي انا كنسمعك. صافي صافي دابا مزيان. داكشي باش كان تيتعاود الصوت. لي كوتور اللي كان دير لي كومونتير، دير لي كومونتير باش تشوف لي كومونتير ديال الناس. نرحبوا بالاخوان ديالنا بعدا. معنا التطبيق سي امينه، عصام ترافل، بدر، بوبكر، امين الصيغ، خويا نور الدين، سلامه، بابي، امينه، سامريس، ايفانيسنس، الصديقه العزيزه ديالي، بناجيب الغزال، كريم، ايفانيسنس، احمد، احمد الرنباس، سامريس، نجيب الحسن، لاتينو، وسامريس. بارك الله عليكم. ما كيطلعوش ماشي. شفت تشوف لي كومونتير؟ لا
بريك على لي كومونتير غادي يبانوا لك. فوالا كيبانو بصح كتمشي الصورة. وي لا احنا تنشوفوك مزيان. غير تحياتي علي العيساوي. عشيري من الصفر والله يا ودي تبارك الله عليك خويا علي. تحياتي نصر ريو دي جانيرو نسفاس. علي سوان أمينة منير مومو قرقب معنا هذا راهو خويا صالح بعدا باش نقدموا لكم كما قلت لكم تحياتي الثنيات الاخوان ورمضان مبارك عليك ان شاء الله. الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. خويا صالح ولفتي شويه تماك. والحمد لله خو عصام والله قال لي زرعتي والله مالك الحمد ضروري خو عصام تعرف ما تخافش على ما تقلق ساكن حربي. سي سلام وقت الحمد لله. نقول لكم واحد القضيه اخوتي صالح بعدا والله العظيم الا من اوعر اللي شفت انايا في الباتيسري الحلويات اللي بغيتي اللي بغيتي اللي بغيتي حل فورمو عليك خو عصام والله العظيم ضربة زعما سهلا صالح مارك. أمينة وإيفانيسنس وأمين نظري سامريس محمد عز الدين اليوم أخوتي شوفوا غادي تشوفوا القصة ديال خويا صالح هذا السيد اللي كان عايش معنا في البرازيل. شحال وأنا تنعرفك أخويا صالح؟ شي 5 سنين. منين جيتي؟ صبرين نو ديبال من لو ديبار نعرف صالح بينا اللي كنت تما قريب سان باولو بيناتنا واحد العلاقه بخير انا وياه مسائل شخصيه بيني وبينه مسائل شخصيه بيني وبينه عزيز عليا وخصام من واحد غالي خو عصام رويجل ما عمرو ما تشوفو تيطلب شي واحد ولا تيتبكى على شي واحد كان نضب كان ساكن وتيجيبها من فم السبع خصين وهاز اي حاجه ديالو حياته الشخصيه شغله هذاك هازها ديما بالرجوله. وشوفوا هذا السيد كيفاش خرج من البرازيل من بعد سنين هو هنا وكيفاش دخل الميريكان. غادي نعتذر لكم الاخوان باش نعطيه الكلمه يعاود لكم هاد ليستوار وحنا غادي شويه بشويه غادي نناقشوا وتفهموا وغادي تعرفوا شنو هما الاغلاط اللي دار زيزو وشنو هما الاغلاط اللي دار حتى منين وقفنا معاه فاش كان مقبض في المكسيك وخرج وقلب وجهه وقلب ظهره كان تيصحابه باللي راه حاط يدو على الناس اللي غادي يوقفوا معاه صدق حول وخرطها وقودها بالمزيان. هذا حنا غادي نوصلوا لهذ القصه نخلي خويا صالح يعاود لكم عاود اليوم اخويا صالح الطريق بعد اللي درتي وكيفاش فكرتي النهار اللي بديتي بغيتي تخرج من البرازيل. وكما قال واحد بسم الله بدينا وكما قلت انت يعني الاغلاط اللي دارهم داك الانسان انا ما كنشوفهمش اغلاط ولكن كنشوف غلط الناس حيت حنا كنا واحدين من الناس اللي غلطوا وكان ضاع لنا وقت في البرازيل لاننا كنا كنشوفوا وكان نشوفوا حوايج غلط دونك فهمتني داك الشيء. الحمد لله هاد العام تكلنا على الله وجبدنا ولكن فهمت تشوف شويه في اليوتيوب تشوف واحد الناس محاميين اللي كيهضروا شي حاجه معقوله الانسان الا بغى يستافد ولا انا هاك قدرت ركزت على اليوتيوب بقاو طلعوا لي شي محاميين كنسمع من عندهم فهمت داك الشيء اللي بغاو يقولوه هما وخديت دوك النقط اللي كنت محتاجهم دوك وخديت البروغرام قلت على الله لان فهمت اصلا حنايا كان الامل ديالنا بحال اللي محطمه من ناحيه من داك لي فيديو نتاع هذاك اخونا لان كانوا فيهم اغلاط بزاف الانسان ما كانش ضامن راسه ولكن هي في الاخير اكتشف بان ما طريق سهله والحمد لله كل شيء ميسر. دونك المهم كي دارت بدات خويا من سان باولو بدات شديتها المناص ما انا وصخديت واحد الرحله للعاصمه تاع نشرح لهم اخاي صالح بعدا شد الطياره من مدينه سان باولو الى مدينه ماناوس. ماناوس هي العاصمه ديال الولايه تاع امازوناس. شوف الانطلاقه اللي دار والطريق اللي دار اسمح لي تقدر تشد الطياره تقدر تجيب الطوبيس انا بالنسبه لي جيت بالكار فهمت ضرب الدوجور كذا انا انسان نبغي الجوله دونك ملي وصلت لماناوس كانت احسن رحله فهمتني 7 ايام وانت في الباطو في وسط الامازون باطو كبير راه كاين تما لي فوتو كاين
باطو كبير تسوي فهمتني 7 ايام وحنا فيه، كيعطيوك الغداء الماكله الفطور، وحنا غير في الريون تاع الامازون يعني واحد طبيعه، هذه وحده ما كاينش داك التكرفيص وداك كذا وكذا، بالعكس كتدوزها غير سياحه. دونك ملي هذاك الباطو وصل بينا لطاباتينغا، طاباتينغا الحدود برازيل مع كولومبيا، فهمت اخوتي شنو دار؟ غير سمح لي انا قطعتك باش نشرح للناس اللي ماشي من البرازيل وما عارفينش كيفاش الطريق. اول حاجه هو الطوبيس، شد الكار من تيتي من المحطه ديال سان باولو ديريكت الى مدينه ماناوس. ماناوس هي العاصمه ديال ولايه امازوناس، وماناوس فهي مدينه مستعمره فرنسيه كلها، كاع البنايات ديال ماناوس فهي بنايات فرنسيه، لان يعني ما تنساوش بلي راه كان عندنا واحد شويه ديال الاستعمار الفرنسي والثقافه والحضاره الفرنسيه عندنا في البرازيل. بزاف ديال الناس ما عارفينش هذه القصه هذه. من طيب تما سلام شد عليكم. باطو، غنكمل لهم، شد الباطو لمده 7 ايام، باطو غير دوك الباطوات الصغار كما تنسميهم. كيفاش نسمي كيفاش نسمي الباطو كان كبير، إلا شفت التصاور ديالها باطو كبير. ولكن هذاك اللي تيقطع الواد ريو نيغرو سوليمونس تنسميو هذاك لا الويدان. 7 ايام وحنا كنتمشاو في الوادي حتى للحدود. في الواد تيتسمى الريو، هذاك ريو ريو ايوه ريو ريو نيغرو اي سوليمونس، جوج ديال الويدان اللي تيبداو من بيلين من العاصمه ديال البارا حتى الاخر ديال الامازونس وتيخرج من البرازيل وزايد. تفضل. يدخل لكولومبيا وي. الور هي هذيك ملي وصلنا لطباتينغا، هنا كاين واحد المعلومه في طباتينغا، الا بغيت تجيب طياره لكولومبيا وكذا من خص يكون عندك بي الي روتور، فهمت؟ والانسان باش يفيتي داك البي ديال الي روتور، الا دخلت مع الحدود البريه ما كيكونش مطلوب عليك البي الي روتور، الحدود نتاع المطارات دايما كيكون فيها الي روتور، ما كتدخل مع الحدود البريه على رجليك ما كاينش بي الي روتور، كاين بي غطبع عند البرازيل طبعت الكولومبيا، لحد الان باقي قانوني. الور دخلنا كولومبيا ليتيسيا، تما شديت الطياره ب 50 دولار داتني لميديلين، دونك دوزت شويه في ميديلين كان بخاطري نشوف كولومبيا وهذاك، دوزت واحد 15 جور. ابري طلعت للشمال تاع كولومبيا نيكوكلي، نيكوكلي تما غتشد واحد الباطو باش يديك للضفه الاخرى تاع كولومبيا اللي متلاصقه مع بنما، واحد الجزيره سميتها كابورغانا. وكان و الور كابورغانا يا سلام يا اللي زرعتي الفل، يعني اللي ايامات اللي دازو في كولومبيا من اروع ما يكون. هذاك دار لنا التصاور، دار لنا باللي اختطفته العصابه. انا كنت تابعك مزيان ديك فهمتني الايام. اخويا عصام، واحنا حنا كنا مخلوعين كولومبيا، هذه واحد النقطه العصابه وشدتني وكذا، واش انت تصور دير الافلام وتخليها بعباد الله. انا مشيت للحين تاع باولو اسكوبار وثلاث ايام وانا نمشي له تروا جور، بالتالي عرضوني ودخلوني لعندهم الديور وتعشيت معاهم وما صرا والو، لان الانسان غير انت خصك تعرف واش تدير. كولومبيا ماشي شي حاجه ما ديرش يدك في الغيره ما يقرصوك الحناش. الور دزنا من كولومبيا طلعت لنيكوكلي، جزيره من اروع ما يكون، دوز فيها نهار لا غد ليه، شديت الباطو مع الصبح 6 الصباح شي ساعه ونص ولا كنا بديك الجزيره نيكوكلي، بقيت فيها النهار كامل تبحرت بخير الجزيره يلي زرعتي الفل ما نقولكش، فهمت؟ عيش لافي. كنت شاري حويجاتي المسائل ديالي القويطين كدا واحد البوطه صغيره كدا، المهم دخلت للغابه مجهز السيف، لان السيف واحد السيف ضروري تشري باش تدخل الغابه، الانسان كيدخل الغابه كيبقى عارف راك شفت كاع دوك اللي كيتمشاو في الغابات وكدا ومنا بدوك السيوف ديالهم يعني عادي، لا مزيان وعندك باش تنقيتها تنقيتها الطريق. وعندك حتى الحيوانات عاود تاني بعد على الاقل تنول شرف المحاوله، ماشي غادي يخرج لك الجاكوار وغادي تقول له عمي الجاكوار كولني، غادي تقول له فهمتي ماشي انت وياه. يعني عندك واحد المضى تقدر ربي يكون معاك وكذا ومنه وهو ينقز عليك تصدق هي داخله فيه، ما تقدرش تعرف الاكسيون كيفاش، المهم الانسان ماشي يقول له هذيك ما غادي دير لك والو،
شحال دوز كلشي شي راه في بيد الخدمه الله، كلشي راه وشنو بيد الله. وي قول لي اخويا حيت هذيك دابا وها هي صالح، الطريق. قول لي شحال دوزتي في هذه الغابه وشنو هي المشاكل والعراقيل اللي تعرضتي ليها في هذا خويا نيو دابا لوج واش ديال هذه نقول الغابه. لك، انا دخلتها يعني صراحة كما قال لها واحد دخلها أعمى، ما لقيتش فيها مشاكل ولا كذا، كنت خادم العقل ديالي يعني كما قال واحد، مرتب الأمور ديالي، عارف راسي بلي داخل البلاصة خطر، عارف راسي ما بغيتش ندخل هكا يعني الخلعة وكذا، ومن تموت انت بسكتة قلبية ولا فهمت، خدمت عقلي شوية كذا ما كذا فهمت، دخلت المعونة ديالي عندك دوزنا 4 أيام، وبالليل كترقد غير على جنب الوادي، يعني راه ما غاديش يكون عندك القلب اللي يرقد ولا كذا، ولكن الانسان اذا كان داخل بقلب حديد فهمتني. الحمد لله دازت الغابه غير ضحك وكذا، ومنها كانت معايا واحد المجموعه كانت من فنزويلا، وكانوا كيحاولوا انهم يكونوا قدامي بزاف، علاش كان كنا نتمشاو غير كان ضحكوا، حيت انا دايها غير ضحك، وفي الغابه بنادم محتاج دوك الحوايج اللي غادي ينسيو داك لو ستريس، لان فهمت كاين هذيك لا بوا داك الحمش الكبير اللي يصرب بنادم، كاين ديك لا كوبرا غير تكتك، جميع الحيوانات فهمتني، 3 نتاع الانواع نتاع لي جاكوار فهمتني. دونك الغابه هي هذيك، دخلنا لها دزنا شحال الغابه، ورش كانت ضربنا فيها 4 ايام، واه ديك داير 4 ايام كنرقدو تما في الغابه، كتبقى مع الجروب فهمتني، وفيها تمارة يعني طلع جبال كده منا، كان واحد الموقف اللي وقع لنا يعني سيبري، الغابة خطر والإنسان كيموت فيها، الإنسان كيضيع فيها، شنو هو سبب الضياع يعني، الإنسان ما كيكونش متهيأ، تقدر بحال هكا الغابة تصرالك شي حاجة، بحال نقولوا إذا كاين اللي كي حيت كتطلع جبال كتطلع شجور، كاين اللي كتلوى له رجلو تقرض له رجلو، كنت الأصدقاء ديالو يسمحوا فيهم، بحال القصة نتاع واحد الطور كيخلاوه ربع ساعة واحد القمة نتاع الجبل، من ولاو لقاو النمر داه ما لقاوش، لقى صحابو تهودو وخلصوا داك الهندي باش يوليو يحملوه، بحيث هذا الهنود الحمر كتلقى القية اللي غادي يوريك الطريق في الغابة كتكون مخلصو، ودوك اللي عندهم الربوج هنقولو القش بزاف لي ساكادو كيخلصوا حمالة، كاين شي وليدات كيخدموا حمالة كيمشيو مع الجروب ويديو يهزوا لك السيطان، دونك داك الشيء اللي داروا صحابه خلصوا دوك الحمالة باش يوليو يهزوه، من ولاو ما لقاوش. واه كتفوت على شي حوايج يعني كتلقى جمجمات نتاع هياكل بشرية، ولكن تما الخطر فاش كيكمن الا تفرقت على المجموعة، تحضر راسك ما تبقى تمشى مع المجموعة يعني، ما تبقاش متأخر ولا تمشي تسبق المجموعة ولا، لأن ينفرد بك الحيوان غادي يخرج عليك، من تكونوا مجموعة ما كيخرج لكمش، دونك فهمتني. والموقف اللي كانت يعني باقي في الذاكرة ديالي وقع لنا هكا يعني، كان واحد الوليد معانا تما توفى، هاد الوليد كنا في اليوم ما قبل الأخيرة يعني النهار الثالث، كنا هاودين واحد الهودة فيها الغيس وكتزلق، وهي حدورة جاية هودة بزاف، دونك حنا كبار وهاودين وكنشدو في الشجور، والشجور فيها متلاصقين العروق ديالهم، ودوك الولد من اللي زلق حيت الغيس وداك الشيء بقيت تضرب مع الشجور، المهم تقرض مسرسور الظهر، خدناه مع العائلة دياله وخرجناه هودنا للواد فاش كملنا ديك كيقولوا لهم اللونة، لما هودناه للواد تما كان يتقيا الدم وتما توفى، الله إنا لله والولد في عمره 13 عام، والعائله ديالو ما كانش عندها شي حل، لانك في الواد كاين الحجر ما عندكش فين تحفر له، باش تطلع على الجناب ولا كدا كاين هكا يعني بحال جبال ولا كدا، غادي تدخل ما بين الربيع ما غاديش تلقى تبان يقدر يخرج لك الحيوان، دونك الحل الاخير اللي كان انهم يخليوها جثه تما غطاوه وجينا غاديين، يعني موقف صعيب. وفهمتني هكا دازت الغابة، وفهمت يعني كتمشى يومين التالية كنقص فيها الماكلة الماء، ولكن كنشربو غير من الواد صراحة تقال يعني، ديناها فهمت ما كنشرب غير من الواد فهمت، حيت الماء كيجري كاين صالح الشرب كاين الماء نقي في الطريق. والحمد لله زعما الصراحة ما صرت لنا والو، انا تقريبا 4 جوار وانا اشرب غير من الواد يعني من النهار الاول باش دخلت،
انا ديت معايا الحوايج نيسكافي كذا من الماء، ما ديتوش معايا. واصلا من دخلنا للغابه بقيت نرمي كاع الصاك ديالي، انا كان عامر بالكسوه، خرجت انا بجوج صفيح طماطم وتريكو وسروال، يعني انت تقل. كتمشى وتقول كتنقص كترمي حاجه. فبالتالي ندمت في الاول، انا اول حاجه بديت بيها كنت شاري واحد النعاله دوك ديال باش على حساب تما، وواحد جوج كيلو نتاع الراس، قلت ندي نطيب الراس. انا بقيت نقول واش نرمي، باش نبدي نرمي الكسوه مشيت رميت الراس. واه النزوقيه كي دايره، فهمت؟ والكسوه غادي كاع ترمى في التالي. زعما انا كنت ندير انتيليجون، نقص عليا هاد الراس ونسلك الحريره. راه ما يمشيش ديالها. ساصدق الرز مشى هو الاول، مره الرز كون غير خليته ورميت شي سروال ولا جوج، والرز بعد تلقاه. المهم هي هذيك ودازت، خرجنا من الغابه. بصح واش هي خرجت من الغابه داير بحال الهبيل، يعني نفسانيا وكلاو من على داك الشيء اللي داز، وكلاو من نقط شويه معصب تم لقينا عاوتاني الجمجمه، الراس تاع جمجمه تاع انسان. يعني صبري كاين شي مناظر صعيبة، وبحال نقولوا النهار الثالث، النهار الثالث والرابع توقدت فيه. دونك من اللي خرجت عند العسكر نتاع بنما، خرجت شوية هكا نفسانيا شوية مفلفل وصافي. أنا ملي وصلنا العسكر الحمد لله، يعني ومن بعد الوجهة ديالكم من بعد الوجهة ديالكم من بعد الغابة. الغابة كتسلم العسكر تاع بنما. كاين بالنسبة لنا احنا كاين ثلاثة نتاع الدول اللي كيطلقوهم في نهارهم. دابا العسكر تاع بنما، من بنما كيشد لك الكار كيديك للحدود نتاع كوستاريكا، لان فهمت الجالية كتطلع والناس كتطلع، امريكا يعني مساعدة. بنما كاين ثلاثة نتاع الدول، فنزويلا، كوبا، هايتي. هادو غير وصلوا يركبوهم في الكار ويتقلعوا. احنا لي زافريكان واي دولة اخرى من غير هاد الثلاثة، محيط امريكا حل المخيمات ديالها في الحدود، يعني ما كاينش غير تيخوانا. تيخوانا جاية في الشرق، وانا دخلت من الغرب من تكساس، يعني في القنت. الور الأخير ديال و الحدود. امريكا حل دايرة مخيمات في هاد الحدود ديالها وحلهم، انت خصك تهرب غير للمكسيك. الور نكملوا من كنا في بنما. دونك العسكر تاع بنما بالنسبه لنا احنا الافارقه كان باتو ديلا، ولكن المخيم ديال اليونيسيف فين ترقد فين كذا، لا ليبرتي راك مطلوق، هي دايره بحال قشله هكا ما تخرجش بها وصافي، ولكن فيها جميع الحوايج، وينستر نيوم، تليفون، موفرين، كلش. دينا بالنسبه صغير والافارقه كيديروا لنا لافيتش، كتفيتشا تما كتمشي داك الشيء، فهمت؟ يمكن كيمشي هنا للميريكان ولا كدا، صافي هاد السيد ما عنده والو، يفوت اللي عنده شي حاجة ولا غير في بنما كيصفيو معاه، فهمتني؟ يعني لا دزتي بنما صافي راه عندك الحظوظ باش تدوز، فهمتني؟ لأن التصفيات الكبيرة كتكون في العسكر تاع بنما. ألور بنما كيشدوك كيركبوك هما في الكار، كتخلص 40 دولار، انت تخلص ورا قضية غالية غير دولار، يعني فهمت المصروف خصها شوية، فهمت؟ دونك كتخلص ديك ال40 دولار، كيديوك حتى الشمال وكيطلقوك في الحدود. الحدود ما بين بنما وكوستاريكا بحال اللي نقولو محلولة. كوستاريكا هي البلاد، هما لابوليس اللي هكا ما لقيناش معاهم مشكلة لا في الديوانة لا كدا، فهمت؟ انا دخلت طريق الدخول ديالي انا من عند الله، وصلت الصباح محيت ديت البياخي ديالي بوحدي، لان عاوتاني النقطة هذه تكون مع الجماعة غادي يكونوا ثلاثة نتاع الآراء، بصح تكون بوحدك وتخدم عقلك وتكون دارس المسار ديالك. دونك خديت الطريق ديالي بنما، طلعت تلقونا في الحدود، مشيت للحدود دي سافر مد ديك النايفيه المضادر كذا، وفهمت السويك في الظهر بحال اللي غير ولد البلاد، لان كاع اللي حرقوا كيمشيو مجموعات، هو البوليس يدور على المجموعه بحال نقولوا يشوفك هكا بوحدك وصاك، كتبان غير ولد البلاد هكا يعني ضاير، فهمت؟ ما كتبانش مثالي حرات، والله خويا، لا هكذا والله ما يعيقوا بك والله، ما يعيقوش بك. انا نقول لك اصاحبي انا البوليس مالك مكسيكي مكسيكي، فهمت؟ دروك فهمت انا
الطنابية وكذا، ومن يعني كتخدم داك الشيء باش تخدم عقلك. اي بي تي بحال هادي كتبيني كولومبياني، كولومبيا ضافت عليا الموستاش كنت ضارب وراك شتو كي كنت داير امي شنابو ماشي يدخل مبارك بحمارك، فهمتني؟ شويه ديال تخدم عقلك وتضرب حسابات. تريغير تريغير ديال واه الشيخ. واه دونك قلت لك هي هذيك، وصلت للحدود علقت النابيه ضربت المضاضر بقيت نشرب. انا نوقف مجيت الحدود ويبان لي واحد من كوستاريكا طار على واحد الدراري ما كوبا، وبقى يهضر معاهم بالسبنيوليه وانا نفهم السبنيوليه، فهمت؟ عندي السبنيوليه غير تما طلقت ودنيه وقفت من موراه وبقيت نسمع. هادوك كانوا باغيين يدخلوا مع الحدودنيشان، هذاك حرك بغى يدي التدويره قال لهم روحوا ندخلكم مع واحد الطريق كذا منا من هنا وانا نسمع. صدقين تما داهم واحد 100 متر ودخلهم مع واحد السوق وخرجهم مع واحد الدريبه، وهانت في كوستاريكا يعني ما كتفوتش على لا فرونتير. انا كي شفت جرهم وهذوك تبعوه بقيت تابعهم من موراهم. دخلنا مع واحد الدريبه دخلوا وانا التالي فيهم وتابعهم هكا والجاره وكذا ومن هنا، وهما خرجنا من ديك الدريبه قال لهم هانتوما في كوستاريكا. انا سمعت هذيك هانتوما في كوستاريكا زدت ما وقفتش مع المجموعه تيشوف في المجموعه ويشوف فيا، قلت له خاطري انا خاطري انا مشيت خوك نفوت على واحد البوست تاع البوليس هكذا فهمتني، وسقسيت البوليسي لا ديوان تاع كوستاريكا فهمت. تما مشيت على ديك المجموعه ودخلت يعني كنت من ديك الخط فين كاين لا ديوان، ولكن اون كتلقى واحد البيرو من موراه. مشيت بقيت نسقسي بان لي واحد تما حنشه وانا ما عرفتش باللي بوليسي، قلت له دي الكار مال الكار دار فيا بحال هكا طلع وهبط مع هدرت له بالسبنيوريه قال لي ها هو كفر راه. وانا كي شفت بحال هكا يعني في ذاك المحل مجيت ذاك هم هو بوليس، ولكن غير بحال محل كوستاريكا راك عارف ما عندهمش ميليتير دوله في شكال. شفت بحال هكا لقيتهم بوليس وقلت يا دين كان ما دار لي والو فهمت، ولكن كنت بنت له يعني فهمت عادي. اصلا انا مشيت له سقسيته دار بيا ومضادر السويق ديالي فوق ظهري فهمت غير توريس هي هاديك. شديت الكار خوك باق لقى لي سان خوسي العاصمه، العاصمه عاوتاني شدينا الكار للحدود، الحدود تاع كوستاريكا بقات لك مع نيكاراغوا. نيكاراغوا تخلص 140 دولار وكيعطيوك لي سي باسي فهمت، لان دروكا هذه واحد النقطه اخرى اللي ما بحال نقولوا هذوك اللي داروا فيديوهات كذا ما عطاوش هذه المعلومه للواغش. بحالنا حنا اللي في البرازيل جينا من البرازيل بصح واحد المغربي يجي ديريكت من نيكاراغوا لانه كي يوصل للمطار يخلص 140 دولار فهمت، غادي تهنيهم ثلاثه نتاع الدول لا سو فرونس. علاش قلت لك بنادم يعني كان باغي يدير الافلام ما كانش باغي يفيد الشباب. ما عليناش واه هما بزاف ديال الناس، ولكن اللي كيعطي هذه المعلومه حنا اخويا عصام حنا كون كانت عندنا هذه المعلومه ما ندوزوش الغابه وما ندوزوش بنما وما نفوتوش التيغري ونشدوا الطياره ديريكت نيكاراغوا. هي ممكن ان اي مغربي من البرازيل يشط الطياره ديريكت نيكاراغوا ديريكت عندك 140 دولار اللي غادي تخلصها بالوصول ديالك ديال لي سي باسي، وانا نضمن لك بلي راه ما فيهاش الروتور ولا كذا، نقسم لك بالله اي مغربي من حقه يدخل نيكاراغوا 140 دولار غادي يخلصها تما يبقاو لك اربعه نتاع الدول. الور انا ملي وصلت نيكاراغوا يعني ما دخلتش بال 140 دولار فهمت، معنى عجبتني الرحله وعجبني ساكي غير بوحدين ولكن بخير بخير وصلت تما لقيت لافر يعني رخيص. انا كنت كنضرب شويه على المصروف راك عارف بنادم جايب بوحدو وكذا ما فيش مرحبين. وصلت للحدود غادي نمشي نخلص 140 دولار، تلاقيت شي دراري تما في الكار لقينا نهضرو وكذا، قال لك اودي حنا غادي نفوتو غير في الفلوكه ب 20 دولار. بقيت نشوف انا 20 دولار غادي تربح 120، قلت حتى انا نفوت غير في الفلوكه واحد الفلوكه تقطع كل واحد. داكشي اللي درت وصلت للحدود تاع كوستاريكا مع نيكاراغوا، دبرت على راسي بواحد الحراك فين ما مشيت كتلقى الحراقه حيت ناس كتطلع، دبرت على راسي بواحد الحراك تما كاين الكرسيه بزاف غير انت تهود من الكار يشدو فيك. الور داك الحراك طا 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 دانا بيتنا تفاهمنا معاه ب 20 دولار، كانوا معايا واحد جوج دراري من هي اتريا هي هذيك تفاهمنا معاه ب 20 دولار، كانت شي 11 ولا تاع الليل دانا للحدود للشرطه وبتنا في واحد الدار
المهم قول بحال كوري ولا كذا، تقريبا كاع مشات بحال هكا، ولكن ماشي مشكل. دخلنا تما شي 12 تاع الليل ولا الوحده، مع الربعه نتاع الصباح خرجونا، ركبونا في واحد الفلوكه، فلوكه صغيره باش يقطعونا الوال باش يدخلونا لنيكاراغوا. صافي الخمسه نتاع الصباح رحنا في نيكاراغوا، هي هذيك تما شدينا واحد الطوبيس طلعنا لفوق. ملي كضرب في نيكاراغوا كاين واحد الباراج، يعني كتفوت في لافرونتير ديال 140 دولار، عاوتاني لفوق من بعد جوج اربعة السوايع ولا نتاع الطريق كتلقى واحد الباراج قبل ما تمشي لديك غواتيمالا. غواتيمالا المهم العاصمة ديال غواتيمالا نتاع اسم نيكاراغوا ديال نيكاراغوا ماناغوا، ماناغوا سميتها ناغوا. ماناغوا. دونك ملي وصلنا لذاك الباراج شنو درنا؟ الكار هضر معانا وكذا، في ذاك الكار تلاقينا جروب قريب شي 40 واحد ولا كذا، انا داخلين احنا ثلاثه. دونك كانوا شي فينيزويليين كيهضروا وكذا، انا تنحشيت معاهم واش دا كاين كيفاش كذا. صدق الكريسور نتاع الطوبيس هو اللي دبر علينا كيفاش غادي نديرو نفوتو ذاك الباساج. الور ملي وصلنا ذاك الباساج ذاك الباراج نزلنا، كان هضر مع شي حراق، جمعنا بركه بركه احنا جروب، وعطيناها لدوك الحراقات. دخلنا مع الغابه، يعني تصرفنا على داك البوست تاع البوليس وسمحنا بداك الكار اللي كان موصلنا. دخلنا مع الغابه، ضربنا الدوره وخرجنا للطريق من الجهه الاخرى، سنينا الكار اللي جاي عاوتاني الزاوج، ركبنا فيه دانا للعاصمه. العاصمه وصلنا لها شي الوحده نتاع النهار ولا من تما، فهمت الوحده هودنا يلا تغديت كدا. من لقيت الكار خارج للحدود مع الثلاثه، ركبت فيه الحداش تاع الليل، كنت في الحدود عاوتاني غير تما في الكار وكذا. من دبرت على راسي ودوك الحراقه وكذا، ركبت تمشى مع الحراقه، الكيرانه كامله عمري حراق. تما كدبر التليفونات، دبرت التليفون تاع واحد بنادم اللي غادي يدخلني من نيكاراغوا لهندوراس. دونك صافي وصلت تما، هذاك السيد دانا بيتنا عنده في الدار. المهم حتى هي غير كوري كذا، ولكن الحمد لله فهمت، حسن من البرد وكذا، اللهم لك الحمد. يعني تا هما ناس فقراء فهمتني. الور يعني الفطونه ولا الفطور الصباح كدا منا تهلا فينا مسكين، وهذه مسكين. واه هي هذيك، هو كان ساكن عند الحدود غير بشي 6 دقائق ولا 7 دقائق نتاع هندوراس. انا كنت فاهمين معاه 50 دولار غادي هو يخرجنا على الحدود، وديك 50 دولار فيها واحد لا موطويات اللي غادي يهزونا من نيكاراغوا غادي يدخلونا بحال دخلنا الحدود الهندوراس، ولكن ما تبقاش في المنطقة الحدودية، خصك ضروري ما تدخل واحد 100 كيلومتر ولا كذا، ولكن جبال ديك هندوراس عاوتاني في شكال. قالوا رحنا دخلنا، انا مشيت غير في لا موطويات، ركبت واحد لا موطو كذا من الدانا، تخرجنا لواحد جوج فيلاجات بعاد، لان هندوراس خطر بحال نقولوا الكوبانوس وفينيسو الناس كيدخلوا مجموعات كيديهم في البيجويات، هذوك المجموعات كيكونوا من وراءهم الصفاره، ديما انت تيفيتي المجموعه اذا لقيت انك تمشي مع واحد ولا جوج فهمت، بحال الوطا من تلقى موتور تاكسي احسن. دونك هذوك لان دوك الوطا كانوا شي اصدقاء لقيت معاهم في المكسيك، كانوا التكريسه، وثم المافيا كتنزل على دوك الوطا تكريسيهم عايب بالجبال كيفوتوا ما يخليو لهم حتى شي حاجه. وهي هذيك وفتنا، وصلنا لذاك الفيلاج مع شي 11 ولا، تما شديت الطوبيس خلصت له 10 دولار باش داني لواحد المدينة اللي غادي نشد فيها عاوتاني الطوبيس اللي يديني للعاصمة. وصلت لديك المدينة مع شي الوحدة ولا، تما شديت الطوبيس مع الخمسة نتاع العشية هكا، وصلنا للعاصمة. في العاصمة صافي عاوتاني شدي الطوبيس اللي يديني للحدود، هاد الطوبيسات اللي يديو للحدود عاملين بالمهاجرين كيتبعهم البوليس تاع هندوراس. هندوراس كيدير تفوت هلا بالبوليس، كل باراج كيريدو كيقول لك راك تشوف 20 دولار راك تشوف 30 دولار. انا بحال نقولوا داك الباراج الاول، حنا عاد خارجين من العاصمة تاع هندوراس يتبعونا شي بوليس،
المهم ريدو نهود وقع الكار، راه تشوف انت راه تشوف انت، وانا بحال قمت عارف عاد الاول كتا جبت باسبوري هي انا اللي باسبوري خضر تما ندير له كي باسا كي باسا، قلت له واش تقول لي انت منين وكذا، قلت له انا منين، شدوا الباسبور قام غرابي كذا منا، بقاو يتبرعوا عليا، بقيت انا التالي، قال لي انت مغرابي وكذا، ومن هم عمره ما فات عليهم شي مغرابي ولا كذا يعني واش تفوت ولا ما تفوتش، كان انا قلت له بخاطري، قال لي تعرف شي ولا غادي تعطينا 50 دولار غادي نطلقوك، قلت له انا الشيطان الشاف، وبديت تما نمشي كي بابور وكذا، ونوتينغو باراكومير ونوتينغو كذا، المهم كانت عندي شويه فلوس تاع هندوراس، تاع هندوراس طايحه الدولار، انا مغبره في السبردينه، داير له واحد الحفره تحت الفراشيه الدولار جا مأمن فهمت، كانوا عندي شي صرف تاع هندوراس وجبتهم انا كي قمت، قلت له هذا الشيء اللي عندي شد فيهم طمع فيهم، غادي انك تقول انت يبيعوا البطاطا، طمع لي بدوك الفلوس، هذوك الفلوس كانت بحال نقولوا بكيه لفوق العشرينات ولتحت الخمساوات والعشرات، هو يجبد وانا نجبد، وانا صدقت ناتر له لفوق دوك العشرينات، هو بقى عنده ذاك الصرف الصغير، واه دا ديك البركه، قال لي صافي سير طلع كذا، قلت له بخاطري فوتها عليا دابا، نقول لك البراجات الاخرين كي درت لهم ولا كنت دير معاهم، والله ما زدت خسر الدوره، فهمت، طلعت لفوق قال لي هذاك بينو بقى يكركل عليا، قال لي كذا، قلت له غادي نشوف، غادي دابا نكركل عليكم، غادي نوصل البراجات الاخرين غادي نشوف شكون غادي يديه له شكون ما يديه له، جبرت انا الفلوس كذا، من وصلنا لواحد الريستورا باش تشوف هنايا، هنا عجبوني الناس تاع هندوراس، وصلنا لواحد الريستورا باش صيد بينا الكار غادي نتعشى وهودنا وكذا، بغيت ندوماندي انا العشاء، جبت الفلوس بقيت نحسبهم بحال هكا، قلت لها شحال غادي تجيني كذا، ما بقات لي شي 100 ولا كذا، قلت لها واه ايوا درك خصني نشوف غير شي حاجه على حساب هاد الفلوس، وينطق واحد كان قدامي قال لها، قال لها ودي راه البوليس داو له الدرام، صدقوا دوك مال الريستورا كي سمعوا داك الشيء قال لي جمع فلوسك ديرهم جيب، شافني عاد نحسبه كذا، نقسم لك بالله يعني فهمت، حسيت واحد الاحساس بحال الملوك فهمت، انا الوحيد في وسط 150 بنادم ولا كذا، كرموني واحد التكريم صراحة تقال فهمت، هي هندوراس ناس يعني والله ما بغاو يخلصوا عليا مال ديال الريستورا، قالوا لي كل اللي بغيت، بقيت تما فهمت نضرب ذاك البنان العومات، وانا نقول لهم صافي، هو يقول لك زيد، جيت غادي يعطوني الشكاره عامره بالكوكا كولا بديك البطاطا، قالوا لي على حساب الطريق، مزيان معهم المهم الذكرى. وقلشوني فهمت، الناس قاع خلصت وكذا، من انا محيتهم اسمعوا باللي داولي، الور صافي كملنا هذاك العشاء كذا، انطلقنا من المر هذيك، يبقاو شي 5 تاع البراجات اللي طحنا فيهم تاع البوليس، لان صحاب الشوافريه يمشي ديريكت عند البوليس فهمتني، متفاهمين، الور كل البراج كانوا وصلوا للبراج اللي الزاوج، عاوتاني كي صرات لي هودنا بدا البراج الزاوج، درت راسي فيه راقد، يا البوليس يلغاو هود وهود، وانا ندير له ديك اللعبه نتاع راني راقد، الور فهمتني، سلكت بالبراج الزاوج، بقى البراج الثالث هود، وانا ما طلقناش هذاك، عييت ما ندير صغيره قلت جي عندي الثالث طرف، انا كنت التالي، نزلوني حتى انا نزلت، كي نزلنا درت باسبور جيبي، بغيت نجيب لا باسبور لا والو، فين جروب هكا، هو كيدير لهم دوك البوليس، هما دوك البوليس تاع هندوراس عارفين الناس تاع كوبا كيجيو بالمصاريف ديالهم، كل شيء بايع الدار وجاي كيخلصوا، فينيزويلا غيب كيو، انا ما كنتش عارف هذه اللقطه، في الاول هودنا قالنا اصحاب فنزويلا منا اصحاب كوبا منا، انا مشيت حشيت مع اصحاب فنزويلا، صدقوا اصحاب كوبا خلصوا وطلعوا، اصحاب فنزويلا غيب كيو، وفهمت البوليس قال اكثر من البوليس، قال لهم 20 دولار بقوا عليه والو كذا، قال لهم 10 دولار للراس باش طلعوا وما يبكيو، فهمت، واحد الفنزويلا بقى عليه قال له احنا في فينيزويلا، قال له احنا في فنزويلا نخلصوا دولار، وانا كتني البرد ما نقول ولا واش داري شباب فنزويلا، المهم في التالي جا الشاب ديالها وكذا، كان هو دو الطوبيسات اللي قبلنا وقبضوا الاعاقه، عيا ما يطلب يطلب، التالي قال له طلعهم طلعونا، البراج الثالث كذلك هودونا، قالنا كوبا منا وفنزويلا منا، تنحشيش مع كوبا، كوبا يخلصوا وهما اللي ولا يطلعوا للكار، فهمت، الاخرين يبقاو يضرب فيهم البرد شي ربع ساعة،
جيت طالع بحال هكا مع كوبا، مع في التالي بقى واحد الجروب، بقيت انا قال لي وانت، قلت له راه ما تعرف صاحبي مالك، قال لي طلع البرد، قلت لي قلت انا التالي، قال له طلع معك البوليس بزاف يخلص، وطلعت والبراج الثالث كذلك. هي هذيك وصلنا للحدود مع 5 نتاع الصباح، كانوا شي حراقة كيطلعوا عندنا في الكار يعني قبل الحدود بواحد 20 كيلومتر ولا كدا، كيجيو كيطلعوا الكار كيبقاو اللي ما عندوش العوينة، اللي ما عندوش كدا، اللي ما عندوش كدا. أنا متمق في الحراق، رواح طق طق، طلعوا شي 3 في الكار كدا منا، شديت واحد قريت عليه آيات وصدق لي ولد الناس قلت له رواح كدا من الناس، فهمت معاه، دار معايا صافي باش يدخلني. قالوا المفروض كنت انا غادي ندخل معاه يعني من هندوراس وحتى لطبات شولا يقطعني غواتيمالا. لما سقسيت على طبات شولا المعلومات اللي كانت عندي طبات شولا، انا كنت باغي نهرب بيها لانها محروقه، دونك هذاك الحراق بحال اللي شديت فيه. ملي دخلنا لغواتيمالا شديت فيه، قلت له دي انا ما مخرجانيش تديني طبات شولا، وما باغيش نمشي لطبات شولا، يعني اديني لشي مدينه من غير طبات شولا، لان طبات شولا محاصرها البوليس. قلت له اديني لشي مدينه ولا اديني ديريكت لا فرونتير. صافي هي هذيك، جاب لي واحد بنادم كذا من تفاهمت معاه، دخلنا المكسيك او تاني المكسيك اللي فات فيها مده طويله كتمشى يعني غير منطقه بمنطقه. شنو هما المشاكل اللي لقيتي في المكسيك اخي؟ وشنو هما النصائح اللي تعطي؟ وشنو هما البلايص اللي تفاداوهم؟ خويا المشاكل تقريبا ما تلاقيتهمش، الدراري تلاقاو المشاكل. النصائح اللي نعطي يعني ماشي توصل للمكسيك وتدبر على راسك، فهمت؟ المكسيك غادي توصل لها وتبدي تفافي على راسك وكذا، ومنها غادي تخسر دراهم، تقدر تخسر صحتك، تقدر تخسر، كاين بزاف الصفارات، وما كاين المخروضين يعني كيما نقولوا واحد فهمت من غواتيمالا يدبر على راسه. وفي غواتيمالا كاين العيون بزاف يعني تما تقتلو المش، لان المكسيك شويه خطر، كاين اللي كطيح فيهم غير الصفاره، والمكسيكيين ما كيرحموش. وكيفاش تعرف ما بين الشفار وما بين بنادم؟ ولا ما النية كتعرفش داكشي غير ظهر فهمت، ولكن اذا حسبتها انت يعني الحسابات اللي حسبتها وصدقت لي الحمد لله حسبتها، بقيت نشوف يعني هادو من حيث الصفارة وكذا ومنهم بنادم ما عندوش عليهم فين. إذا دخلت للمكسيك خصك ضروري ما تتعامل مع المكسيكا، مي بحال نقول لك هادوك الناس اللي قبل بحال غواتيمالا، علاش أنا خديت معاهم الطريق؟ لأنهم هما كيدبروا مع من يخدموا، هما ما كاليينش كيما كاليين المكسيكيين. المكسيكيين كل شيء يكلا، ولا الصفار يخدم كل شيء يخدم. هادوك الناس اللي برا اصلا انا كنت جربتهم يعني، دخلت معاهم نيكاراغوا هندوراس، لا كنت جربتهم في هندوراس نيكاراغوا، وعجبتني الخدمة ديالهم، لان لما دخلت انا من هندوراس غواتيمالا كنت مراقب الوضع ديالي كيفاش. الدري اللي دخلنا عجبتني الخدمة ديالو، دخلنا فتنا مع واحد الجبيل هكا، ضربنا الدور على الديوان هودنا قريب قدام لا ديوان، لا ديوان لهيه، ركبنا في اللوطو كدا، حنا شد بينا الطريق باش نزيد. ولكن الخدمة ديالهم عجبتني يعني، كان فوتو على البوليس بحال وصفتنا في طاكسي، هذاك سميتو باريكزوم غوردون اي باريكزوم، فهمت؟ مو الطاكسي لما وصلنا هكا عند الباراج تاع البوليس قال له تريس غوردون اي كواترو كويوتي، فهمت؟ 4 كانوا ديال واحد اخر بوليسي مركب في الدفطار، فهمت؟ وهذاك بالعشية يفوت للوفيسينا يقعد، يعني راك كتعامل مع ناس اللي باغيها تخدم، فهمتني؟ عجبتني في الخدمة ديالهم، فتنا على جوج براجات ولا كدا يعني، شفتهم شاريين الطريق وكدا منا. وداك الشيء اللي درت كملت معاهم حتى كاع غواتيمالا، ضربتها معاهم من الجنوب للشمال، وشت فيهم يعني الأمان والنية وكدا منا، وتما اصطمت. أما المكسيك ملي كتوصل لها أنت وزهرك فهمت، راه يقدر صاحبك يعطيك تليفون تاع شي واحد اللي صبري وقف يعني معاه. معقول وكذا ومنه، ولكن يخرج لك مخروات. وعاود تاني كاين اخطاء بشريه اللي غادي تقدر تخرج عليك، بحال نقولوا احنا كنا في السليم ياك، واحد اللقطه من حيث كي دخلنا المكسيك كتفوت مزرعه بمزرعه
يعني كتضربوا بيك 200 كيلومتر، كتجلس في شي مزرعه تبقى تما يومين 3 ايام، عاد ثاني يجي الكاميون يهز دير مزرعه اخرى، هكا مشات ليستوار. الور واخا انت في السليم، بحال باغ اكزومبل كان معنا واحد الدري كوبا، حنا كنا كنتعرفوا على دوك العساسه نتاع المزارع، ديما يبقاو صحابنا هما اللي كيتقداو لنا كل شيء، داك الشيء اللي تبغي. انا كان صاحبي واحد قدامنا، كان معنا عاود ثاني واحد، هذاك اللي كان معنا من كوبا هذاك كان غير يهضر جوج يزعزع، فهمت؟ ما هما يهضروا السبني وكذا، ومنه هضروا شويه مزعزع، نرفزين. وهذاك بنادم فهمت يعني، غير بحال هكا دروك احنا كيديونا لواحد مزرعه وكيقول لك راه غادي تحرك كل عشيه ولا كذا، تقدر بيومين 3 ايام وكترقد غير بلاصه البقر يعني، فهمتني؟ غير كارتون وكذا. هذوك كيبقى يزعزع كذا، من قبل المكسيكي قالها، قال له شوف راه شفت هنا، شفت هادو راه ما معاهمش، حيت هذاك كنا مصاحبين، قال له راه ما معاهمش الطقطق، قال له شفت كاع اللي بغيت يتفرعن عليهم، كيعطيوه كنينه يرقدوه، وملي يرقدوه كيديوه يفتحوه يحلو يقلعوا له يقلعوا له الكلاوي، فهمت؟ كيبيعوا الاعضاء، فهمتني؟ يعني الانسان يقدر غير بشي خطأ عفوي ولا كذا، ضروري من الصبر، ضروري من كذا، فهمتني؟ بنادم يضرب الطبع يصبر. سيرتو لي مكسيكا يا اخي، واش نقول لك، فهمت؟ الناس ماشي هايديك ديال ناس ماشي ديال تبع كيك هكا ولا كذا، خويا عصام فهمت، مكسيك يعني ضروري ما تكون يعني، فهمتني؟ قدام الصبليون الخام تكون واه معاهم كل ما كل لا ما كل ما وحده واه فهمتني، بلا تعرف تبرج. وتصبر لانها المرحله الاخيره. وانا تقريبا هو هذا اللي صرا بالاسطوار، كان شي دراري اللي دخلوا للمكسيك لقاو مشاكل ولقاو عراقيل، ولكن الانسان اللي كان باغي يدير شي حاجه يعني كل شيء كل شيء ساهل، مارك هي فيها شويه صعوبه وكذا، منك كتبقى غير عليك نتايا وعلى حسب العقل ديالك والميزان ديالك، فهمتني؟ وتكون صبرينيتك غادي بسم الله وكذا ومنا، فهمتني؟ فهمتني والمعلومه بحث، وتبقى لك عاوتاني ديك طريقه التسليم، طريقه التسليم المهم، فهمتني؟ كل واحد وكيفاش هذيك كيدير. اخويا هذيك صلاح، هذه المرحله الاخرانيه ديال الميريكان، وغادي نهضروا على الحرفه والخدمه ديالك. هذيك نخليوها للاسبوع الجاي ان شاء الله، نخليوها الاسبوع القادم ان شاء الله. إن شاء الله. انت يا كتجربه اخويا صلاح، في عجاله شنو هما الاغراض اللي كان دار زهير وزيزو، وشنو تقدر تحضر الناس اللي يفكروا انهم يديروا هذا الطريق مثلا او من بلاصه اخرى، وخصوصا المغاربه اللي في البرازيل اللي ناويين باغيين يمشيو، وهانتم ما تشوفوا شحال ديال الاغلاط، وهانتم ما تشوفوا خويا صالح دابا راه انا اللي هضرت معاه قلت له شوف ما تقولش الكنيه وما تقولش المدينه وما تقولش شكون اللي دخلك دابا، الا لان وراه خدام باش تعرفوا هاد القضية، خدام في الدومين ديالو ديال لاباتيسري بخير وعلى خير، وغادي يكون وراه هضرنا حتى مع ناس ديالنا تماك ميريكان ان شاء الله، باش اي حاجة يعطيو يد المساعدة حتى ايكاد الحالة والوضعية ديالو. ديك الساعة تبكي على امها راه يقول اللي بغى حفاظا عليه، لان احنا تنعرفوا ماشي اي ماشي كاع المغاربه زوينين، كاينين مغاربه اللي مكروهين حقودين. ونزيدكم واحد القضيه، حتى شي واحد ما يقول يعطيني الرقم ديال صلاح، الرقم ديال صلاح الوحيد اللي عنده وقيله في البرازيل ديال الميريكان هو انا، وما غنعطيه حتى شي واحد، انا الوحيد ياك اللي عندي هذا الرقم. لا اي حاجة تحتاجها ولا يحتاجها شي واحد لا من لا الاصدقاء ديالك زعما يسولك نتفاداو المشاكل دابا، حتى ما تطيقش حتى دوز هذه المرحله هذه ان شاء الله. فهمتيني؟ ديك الساعه راه انت يا براسك غادي تقول بزاف على هذا الشيء، اللي مسائل اللي دابا حاليا حاول ما امكن انك تخليها شويه مخبيه. نصح لي بنادم هذه بعدا ديال 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 البرازيل نيكاراغوا، هذه ما كنعرفها حتى شي واحد، هذه معلومه قالها لكم، نكليكم المغاربه انكم تشدوا الطياره من هنا حتى نيكاراغوا
غادي توفروا عليكم ثلاثه ديال البلدان وغابه، وغتخلصوا $140 باش ديروا داك الترانزيت ولا داك لي تقريبا سيشن. نفس الفلوس اللي غتخسرهم الا خديت الباساجي كي بحالي، غتخسر يمكن اكثر، لان فهمتني كتمشى وكتخسر غير بالدولار، فهمت؟ تشد الطياره احسن. دابا شنو كيما قلت اخويا الاغلاط اللي بغيت تقول لي اللي دراهم؟ انا بالنسبه لي كنشوف يعني هذاك اللي كنصح الخوت يعني ما يديروش بحال هكا، ما يتبعنيش حتى في لي فيديو ولا يتبع هاد الهضره ديالي، ولا انا غير كنعطيه كنقول له يعني فين يمشي يشوف. الانسان الا بغى شي حاجه ولا كدا راه كاين في اليوتيوب، خليك بهاد المغاربه ولا هذاك اللي كيتمشي ويدير دي فيديو ويدير هذاك كيدير صور، لانه باغي ينجح في القناه دياله وكذا كيدبر على مشاكل. انا بالنسبه لي هذاك يعني كنبقى نشوف هو كيدبر على مشاكل ولا كذا، ما الطريق فهمت وراه ما لقى لا مشاكل لا والو، والانسان باش مبغيش يتسلم. عقلتي يا اخي، عقلتي يا اخي صالح، فاش هضرنا على الموضوع ديال زيزو وعاودت لك فاش القضيه ديال الحبس، باش كان مسدود وباش كنا معاه، وكنت قلت لك راه كنا مقادين له اللي غادي يدوزو اللي غادي يبدلو المسائل. وشنو قلت لك من بعد فاش خرج شنو دار؟ قلب وجهه عطاكم بالظهر. وانا نسد عليه، وانا لا نسد عليه، انا نقول عليه اصلا يقول لك انت سمع، انا عجبني من شرط موبيل الله، الله يسهل بزاف عليه من الوالدين، ولكن من تما وانا نسد عليه، فهمتيني؟ سديت عليه خليته يعوم في بحره، وراه عام في بحره، وراه لقى، اخويا لقى عصام، انا اللي بقى فيا وكذا، ومن احنا من الناس اللي كنا معطلين وتعطلنا في البرازيل بسبب دوك الاغلاط ودوك الحوايج التوشيات الكذابه اللي عطاوهم لنا، فهمتني؟ وما عطاوش للناس يعني شي نصائح. دابا انا كنقول لك ملايين ديال البشر طلعت، فين راكم المغاربه؟ يعني فهمت من اللي صرات هذاك الاستوار تاع هذاك كلشي تبلوكينا تما في البرازيل. الاول اللي طلعت باش هما الدراري جاو من مورايا، علاش؟ حيت دخلت وكذا، ومن احنا هذاك ولا المغرب وكذا، ومن دايرين الافلام تما وعقدنا اخو صور ولا كذا ولا كذا، احنا علاش تواصينا معاك؟ مزيانه ما كنسمعلوش بزاف، حيت انا سمعت غير واحد الفيديو عرفت باللي الكذا. دابا اخو القلم غادي نعطيك واحد السؤال، واش انت عمرك شفتي واحد عرفتي، باش ما انايا كانش بقى فيها الحال، باش بقى فيها الحال اخي صالح، واحد القيس صافي كان تمكن من راسه، داير راسه بلي راه عارف وواصل، وزعما عنده اتصالات مع بنادم في امريكان وهادي، والله العظيم راه هما الفيديوهات شاهدين، دخلوا قلبوا الفيديوهات وغادي تسمعوا الهضره اللي قلت في ديك ليبوك ديالو، فهمتيني؟ ترى والله العظيم الى شدها مقلوبه، والله يسهل عليه. انا يا منين شفت ذاك الجيش سهل اللي على داير اي معاه، واحد. احنا اللي بغينا فهمت يعني الدراري زين المغاربه ما كل يكون يوم عندهم بحر، والله لا مش مسؤوليه، اسمح لي غير كمل كمل كمل، انا جاي. يعني بالنسبه للخوت يكون عندهم نصيب ويكونوا عارفين غادي نحل بزاف، لان ملايين تاع البشر وكذا، ومنني عارف اللي الشعب ديالنا راه التاليه بعدا واحد. لو كان ما كانش هذوك الفيديوهات اللي قطعوا البنادم هرسوا له شويه ليسبوار والحماس ديالو، لو كان راه واحد 1000 ولا 2000 ولا حتى 10000 مغربي اللي جات، حيت القضية ديال الدخول ديال الأصالات الطريقة المجتمع باش دخلتي هذه غادي تكون مهمة مهمة للناس، هذه هذا غنخليه جزء الأسبوع الجاي إن شاء الله، فهمتيني؟ باش غادي يكون موضوع واحد آخر كما قلت لك، نخليه هذا باش حتى بنادم يشوف هذا الفيديو ويفهم شي، غير هذه غير هذه ديال غير هذه الطريقة اللي درتي أنت ما دارها حتى شي واحد، غير هذه بعدا راه بنادم يضرب الفقد في راسه. المعلومة بعدا يزيدوها براسهم، بأن فهمت يعني بنادم يتهنى من قاع داك دوك ربعة نتاع الدول، شي راه واحد مش ما عارف اللي كله يشد من البرازيل طياره النيكاراغوا يخلص $140، عندي هو هذا باسبور هو الطبع مغربي ديال التمارة وديال الثقافه ديال البلدان وديال الصحافه. راه واحد الحاجة عاوتاني أخويا عصام، غير كولومبيا راه ما كان عارفها حتى شي واحد، راه أول مغربي اللي مشى لكولومبيا، حيت الدراري راه مشاو قبلي بيومين، اللي خرجوا قبلي بيومين، ويلاه راهم عاد دابا غادي يدخلوا. أنا دخلت قبلهم، أنا مشيت على كولومبيا، هما دخلوا على البيرو بوليفيا بيرو إكوادور كولومبيا وكاع الدول كيفوتوهم حارقين. علاش؟ لأن بنادم ما كانش عنده المعلومات، تبع دوك المعلومات اللي دارهم اخونا، غير اسمح غادي لي نقدم فهمتني. يعني انت دابا 3 دول ولا كذا، راه كانت كولومبيا حل، يعني انا دخلت بالباسبور ديالي كولومبيا،
ودابا المعلومة اللي جبتها لهم جديدة، يعني خلينا تب كولومبيا. كولومبيا هذه كانت جديدة هذه 3 شهور ولا كذا، من اللي فهمت اكتشفت بأن مغربي يدخل لها دابا راه تمشي ديريكت للنيكاراغوا. يعني خلي عليك دوك الدول وديك الغابة وديك كذا وداك الشيء، كاع الإنسان ينساه ما كتبوتوش، تفوت ديريكت للنيكاراغوا. والنصيحة اللي بغيت نعطيها للخوت، الإنسان يشوف اليوتيوب ويسمع المحاميين اللي راهم تما كيهضروا على هذا الشيء تاع اللجوء وكذا، ومنه اللجوء انساني ماشي شي حاجه تاع السياسه. هذاك موضوع وحضرني نخليه الاسبوع الجاي يا صامت. واه هذا الموضوع خليت الان جاوبي غير على واحد السؤال. قال لك واحد الاخ شحال خسرتي ديال شحال كلفك ديال الفلوس حتى توصل، شحال ديال الفلوس خويا مثلا خويا تقريبا نقول واحد 6000 دولار اللي انقمت ليها كم البرازيل حتى الحدود. شحال؟ 6000 دولار. 6000 دولار واه تبارك الله. ولكن واه، لأن كل شيء كيمشي بالمصروف، فهمتني؟ تمشى وتخلص، هذا يقطعك من ولكن نفسك. ما فيها لا تفطاح لا والو، هذه ما فيهاش تفطاح 15 لا يوم في كولومبيا. فيها لا تقول لهم قول لهم الصيك الصيك بلا تفطاح. السيك ما غاديش نقدر نعطيه له، يعني فهمتني؟ غادي لا تقدر. تخصو الفلوس، خصو الفلوس باش يتحرك هو وزاره، ولكن واحد الحاجة الإنسان يكون مطول على 6، فهمتني؟ لأن غادي نقول لك واحد الحاجة في التالي، إلا شرط لك شي حاجة راه شرط لك، هتنفعك. ولكن ما غاديش تبقى خاص. علاش وهتنفعك من تدخل. جيتك ديريكت هكا 6 فيك، ما تقول لبنادم 4 بنادم وزاره فار اكزومبل، يعني فهمت؟ كل واحد كتلقى الاثمنه اللي هما دراري يعني جاوا من مورايا ولا كذا، فهمتني؟ كاين اللي قامت له كتر. داك الشيء يعني تيسير الله، انا كيما قلت لك جاب الله، فهمتني؟ ايفيتيت لا هذيك. نور بين الوالدين والرويجل. شوف وانا تنعرفك حق المعرفه مزيان، وتنعرفك منين جيتي للبرازيل. اودي اخويا عصام، والله العظيم الى شهاده وغيبه فيه، الى رويجل بمعنى الكلمه. وهذا من الشهاده من المغاربه اللي بنفسهم، فهمتيني؟ ما عمرك ما تشوفهم تقول اي 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 اي، فهمتيني؟ هزه وديما عقلتي تمشي لسان باولو تندوز عند خالد مشكله، ديما تنجلس انا وياك تماك اخر زي تحفظوا الناب والطا وهذه وهذه، فهمتيني؟ مليح مليح السكات وهذا براسك، مليح مليح. فهمتيني؟ والسكات، فهمتيني؟ السكات سكات سكات، فهمتيني؟ عزز عمك تعزك، هذا هما اللي تصدق لهم، ماشي كاع اللي محلول الفم ومدرع وكاع اللي الاولى والثانيه يا وسكا، وحتى هذاك يرجع لدار من محسن له، فهمتيني؟ ما صلح له لا برازيل لا امريكا لا سيدي سكريم من الاخر، حتى هذاك يمشي يرجع هو يا غير لامريكا. فهمتني، كما قال واحد، كل واحد حر في داك الشيء اللي كيديرو. ولكن حاجة واحدة اللي ما تديش معاك الشعب دريرة، فهمتني؟ ان انا اللي غايدني الحال، الميساج اللي باغي نوصله وكذا، ومنا داك الشيء اللي شفناه واللي نتوما شايفينه، فهمت؟ ما منوش داك الشيء كاع، فهمتوني؟ غير افلام اخوتي. انا غايدني الحال، راني قلت لك شايف العالم كامل داخل قدامي انا، يا ملايين، غير الطريق ديالي اللي جيت فيها انا ملايين. على بوك قبلهم، يعني كل نهار كانوا كي غضب تاع البشر كيدخل في الرام. المغاربه، المغاربه الدراري بقاو جايين من سان باولو ولا كدا، كاع يستناو واش غادي النتيجه ديالي كيفاش داير. انا دخلتها هما جاو طايرين، هما دابا في الكامب، هما دابا في الكامب نتاع الميريكان شي لا بلا بلدي. ما تثبت الطريق ديالهم، لا يمشيو يقوصوا عليهم، خليهم تا يخلصوا تا هما. ما راه ترى الليزر يصيفطوا الليزر عشان شوف شوف يخلوا لهم البيوت. اخويا عصام، وي هذيك سبا يقوسوا عليهم، وهذيك الهضره نتاع دوك الناس، هي بنادم عطاه الكاويه وكذا، ومنها ما كاينينش منها، فهمت؟ انت والقابض ديالك، فهمتني؟ لان فهمتني شحال من واحد سمعت انا شي هضره، واحد كيقول له ما ودي لا شراها له المغاربه، واش راك في المغرب ولا راك في الجزائر باش غادي الو لا بنادم كذا ما كذا. هادو ما كيعرفوش الكاويه، سي ميريكانا اخي، يعني كتعرف واش شكليت ولا البارح، واش درت ولا البارحين، ماش قاش عاد انت تقول لهم ولا كذا، فهمتني؟ عندهم المصادر ديالهم كيجيبوا المعلومه. هذه الهضره غادي نخليوها الاسبوع الجاي اخي صالح. هذه غادي تكون مع الخلاق، وغادي تماك غادي تكون
غادي شاء يكون الله، لان الكلمة دابا الحاسمة الخوت شكرا البيضاء على صالح راه تيخدم عنده ركوب نهار الاربعاء، ونهار الاربعاء ان شاء الله راه شوف نتغدى انا وياه لا نديروا شي ستريم واو والله ونبغيكم. اخوتي، يعني النهار اللي دخلت فيه هنا يعني من ناحيه الخدمه كما يقول عصام، اول نهار ديالي هنايا دخلت بالنهار، كنت ضارب يومين ديال الطريق هنا في ولايه جورجيا. لما وصلت مشاو بيا الدراري، هضرنا مع واحد السيد على الخدمه والحمد لله. خدام مزيان. من بعد واو غادي نهضروا على الحرفه ديالك، وغادي نهضروا على المرحله الاخرى حتى دخلتي ان شاء الله. قول شي كلمه اخويا صالح للجمهور. واخا الخو تحية، ونتمنى الخير لأي واحد ربي يوفي له اللي راه في نيته، وإني جامي دروطار، الإنسان ما يقطعش الياس، وما تديروش على فهمت الحوايج يعني الأخطاء اللي بنادم دارها ولا كدا. الإنسان يبحث مزيان ويسمع مزيان ويتكل على الله، وكل واحد راه ربي حنين وكريم، فهمتوني يا أخوتي. الله يجعل ربي يحن عليكم كاملين ويسهل عليكم، وعواشر مباركة إن شاء الله. الله يحفظك اخويا صالح. هذا كان ستريم اليوم مع اخويا صالح، وباقي الاسبوع الجاي غادي تكون تتمة. وهذا السيد انا تنعرفه حق المعرفه، ونهضر عليه فهمتيني بكل حريه وعلاقية. سمعوا شنو دار وشنو داز. هو هذا فعلا كلامه غادي ينفع. حاجه اخرى راه غير تخربيق، وراه غير بساله، وغير غير سينما، وغير افلام. المعقول هو اللي تخرج، وخصك تكون معقول. صالح راه ما يديلك فهمتني، ما يهضر فيك، هذه ما يطلبك، نقطة مهمة فهمتني. خويا تنعرفو مزيان، عشير ديالي مزيان، بنفسه والرجولة ديال الشرقيين ديال بصح فهمتني. عصام، هذه نقطة يعني الإنسان باش غادي يتكل على الله ويقول بسم الله بحال هذه اللي تراجي، ما يكونش مكحلها من موراه، إن ربي يمهل ولا يهمل، ماشي تكون داير جاي باغي تدخل الغابة للريسك، راه غادي تلقاك، ماشي تكون فهمت مش بكرهة مع الناس، فهمت زي نيتك. العميل قاع داكشي اللي كاين. لأن الإنسان راه كل شيء كيمشي بيد الله، وكل شيء بالنية، فهمت؟ الإنسان ماشي يكون داير هكا حدا من موراه وباغي يلقاها بيضة. انت هذه نقطة والناس مهمة. والرب الوالدين، وانا ما عنديش ذره شك في هذا الشيء. وكما هضرت انا وياك اخويا صالح، اي حاجه تماك راه اخوك سامي هنايا على الراس والعين. والله اخويا الا معاك في الكبيره والصغيره. الله تنشكرك بزاف اخويا صالح، من بعد نهضر انا وياك بالخاص. تحيه للجمهور ديالنا، تنشكركم تحية كل لكاع شيء. عجبو هذا الستريم اخويا صالح، الله عجبهم بزاف هذا الستريم. والاسبوع الجاي غتكون لنا تتمه، دائما غادي يكونوا نصائح ديال صالح والتجربه ديالو اللي دوزها غادي تفيد العديد. الا بغيتوا تسمعوا ولا بغيتوا ديروا داك الشيء اللي خصو يدار، وبالمعقول بالمعقول، بلا تريكيل بلا قوالب بلا، المعقول والدق والسكات، حتى يتزاد حتى يزيد، وسميه سعيد فهمتيني. تستغفر قبل الوقت ترى ما يدير لك والو فهمتيني، غادي يجيب لك غير العين. طق وسكات، ومنين تشوفوا بنادم داز من التجربه ونجح سمعوا منه وان في المال. تحياتي الغاليه للجمهور، شكرا لكم. خويا صالح دابا شويه ونهضر انا وياك في الخاص. الله داكور يحفظك. خويا عصام، تحية خاصة وشكرا بزاف، وتحية لكاع الناس اللي معانا والمغاربة اون جينيرال كاع وكاع. الله يحفظك. اللي عجبه هذا ستريم اللايك، ورا من بعد اللي ما شافش في الاول ارجع يشوف. السلام عليكم، تحياتي يا اخي السلام صالح. عليكم، تحياتي خويا عصام، ليلة سعيدة. الله يحفظكم.